واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فشله في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سقط أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما باستاد النهيان بالإمارات في نصف نهائي كأس العالم للأندية. سجل ثنائية الفريق البرازيلي رافائيل فيجا ودودو في الدقيقتين 39 و49 من المباراة على التوالي، فيما سجل محمد شريف هدف للأهلي تم إلغاؤه بسبب التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد الفار. الأهلي شارك في نصف نهائي مونديال الأندية 4 مرات، فشل خلالها في تحقيق الفوز وبلوغ الدور النهائي، إذ كان حصوله على المركز الثالث الإنجاز الأفضل له في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية والبالغ 7 مرات. ولم يفقد الأهلي الفرصة في المنافسة على إحدى ميداليات مونديال الأندية، حيث ينتظر الخاسر من مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في مباراة تحديد المركزين 3 و4 السبت المقبل. في آخر مشاركات الأهلي بالبطولة وتحت قيادة الجنوب إفريقي، حقق المارد الأحمر الميدالية البرونزية، فهل يستطيع المارد الأحمر تكرار الإنجاز للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه؟ أم تلعب الغيابات وعدم جاهزية اللاعبين دوراً في ابتعاد الفريق عن المنصة الشرفية؟ هذا ما ستكشف عنه نتيجة مباراة السبت المقبل.